نبدأ بتداول المعلومات، لأنه ده كمان مطلب أساسي يا فندم، ومطلب مهم ومطلب قديم، قانون حرية تداول المعلومات وما تم فيه لأنه تأخر. هو طبعا تداول المعلومات ده يعني بيعبر عن رقي الدول. إذا أتيحت المعلومة الصحيحة فتمنع الشائعات، تمنع تضارب الأقوال، تتيح للصحافة أن تتناول الموضوع بشفافية، تتيح للشعب أن يناقش أي موضوع بالشفافية. إنما تأخر المعلومة وحجب المعلومة عن المواطن وعن الصحافة ديت نفسها أصلا يعني تعتبر من الوقائع التي ترقى إلى حد أن تجرم. ليه؟ لأن بينتج عنها أفعال وحاجات يتعذر تداركها، ينتج إشاعة معينة تضرب السوق، إشاعة معينة تكون ضد الدولة وتستغل في الخارج. والاستراتيجية حقوق الإنسان اللي اتكلم عنها السيد الرئيس برضو جت وتحدثت عن قانون حرية تداول المعلومات، وحتى الآن لم يصدر هذا القانون عدم صدور هذا القانون بيؤثر تأثير سلبي على الشارع وعلى الصحافة وعلى المواطن وعلى ترتيب مصر في مكافحة الفساد. هنتكلم بقى على اللي هندخل على الفساد، لأن أصلا الدولة تسير تجاه الحوكمة والتحول الرقمي. صحيح، التحكمة والتحول الرقمي يساوي معلومة صحيحة. المعلومة الصحيحة إذا ما كانتش موجودة يبقى إحنا بننفخ في قربة مقطوعة، ويبقى التحول الرقمي والحوكمة مش هتبقى مؤثرة. نمرة اتنين، انك انت برضو هتلاقي الفساد يستشري اكتر داخل بنيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي بكافة يعني تشعبات روافده. طيب ايه اللي تم بقى النهاردة من نقاشات قبل ما اروح لأستاذ اسلام؟ المناقشات اللي تمت اليوم كلها بتطالب بالقانون، قانون تداول، يعني اصدار القانون، لان القانون اتاخر. طب مش عارف ما يصدر ليه. هو يعني اي معلومه المفروض تكون موجوده بشفافيه ويعني يعلمها المواطن. هناك بعض المعلومات اللي هي خاصه بالامن القومي وخاصه بحددها القانون ديت ما فيش حد بيطالب انه يعرفها، انما بقيه المعلومات لازم تكون مطروحه امام الشعب كله. وده برضو انا بعتبره قصور من الحكومة وقصور من السلطة التشريعية، إنها تأخروا الاثنين في إصدار هذا القانون.